من الأرياف بالذات، فمنتشرة موجودة، ما فيش فيها أي قواعد للسلامة ولا الصحة المهنية. ده بحمل بعد كده زي ما هكلم حضرتك على الحي مسؤوليته إيه، لكن الناس ما عندهاش الرغبة في إنها أو ما عندهاش الوعي. يعني تجد في المحل بنص مليون جنيه بضاعة ما عندوش طفاية بمئة جنيه، وحتى لو عنده طفاية فاضية ما بفكرش يمليها أو يخلي حد يكشف عليها كل فترة أو حتى يعرف يستخدمها ولا لا. فالوعي عندنا مفقود بالشكل اللي حضرتك شفتي اللي موجود عندنا، اللي أدى إلى مثل هذه الحرائق في أي مكان من الأماكن. طب يا دكتور إيه يعني أنظمة السلامة الخاصة بالتصدي للحرائق اللي موجودة في الخارج أو حتى موجودة عندنا في منشآت أخرى؟ يعني بالتأكيد في منشآت كتيرة فيها نظم سلامة أمنية، سواء كانت مصانع أو مباني ربما حكومية. أهم أو أبرز النظم المفروض تكون موجودة في أي مكان يعني لتقليل فرصة الحرائق، أو يعني ممكن حريق يشتعل لكن ليس بهذه الضخامة اللي احنا تابعناها في الحريق الخاص بالرؤية. وأي مصنع أو منشأة أو محل تجاري مفروض قبل ما بتطلع الرخصة من ضمنها بياخد رخصة، بياخد شهادة من الحماية المدنية انه اصبح عنده استعدادات والمعدات الجاهزة للوقاية من الحريق. ده على مستوى مصر هنا، بمعنى ان لو منشأة صناعية عنده وسائل تأمين الأفراد، يعني عنده اكتر من سلم ومنافذ هروب للأفراد، عنده إرشادات على الأرض عشان الأفراد يتبعوها، عنده خطط تدريب للأفراد إنهم يهربوا إزاي لما يحصل، عنده وسائل استشعار للحرائق سواء كان استشعار حراري أو استشعار دخان، لأن بعض المنشآت ده بتوقف على طبيعة المنشأة. يعني لما نيجي للقماش على سبيل المثال، الأقمشة اللي هي زي ما بيقولك في الرواية ديت، أنا بس الدخان يطلع قبل الحريقة ما تظهر، فيبقى لازم في مستشعرات حرارية، يبقى عنده لوحة إنذار. أنا بتكلم عن المنشآت الكبيرة، عنده لوحة إنذار فيها متوصلة بالحساسات اللي موجودة في كل موقع في كل مخزن وفي كل صالة إنتاج، وقاعد ناس بيراقبوها 24 ساعة عشان مجرد ما الحساس ده يشتغل بيدي على اللوحة قصاده إن في دخان أو في حريقة في السيكتور الفلاني القطاع الفلاني، يقوم يا إما في وسائل إطفاء ذاتي بتغطيه يا إما هو بيتحرك عشان يطفي. حتى وسائل الإطفاء ديت اللي بتطفي مختلفة، يعني في وسائل بالمية، في وسائل بالغاز، حتى أنواع الغازات مختلفة. يعني المناطق اللي هي حسب طبيعة المخزون أو المنتج ده، المواد البترولية، يعني لو المخزن ده كمان ما بيخشوش أفراد بتلاقي غازات سامة هي اللي بتطفي الحرائق ديت عشان ضامن إن ما فيش أفراد. لكن لو في أفراد ما بضطرش إن أنا أستخدم الغازات السامة دي، بحط أنواع تانية من الغازات. فلازم المصنع يبقى مؤهل. التدريب للأفراد بيجي اللجان تفتش عن إن أفراد دول في خطة وتدربوا إزاي يخلوا المكان. عناصر اللي بتقوم بعمليات الإطفاء لازم واخدة شهادة من الحماية المدنية إن عندي في المصنع مجموعة مدربة ومعاها شهادات تعرف إنها تتعامل مع الحرائق. أنا أدي حضرتك أكتر من كده، الشركات الأجنبية لما تيجي تتعاقد مع شركاتنا احنا، وليكن في صناعة الملابس اللي احنا معتمدين عليها النهاردة كصناعة النهاردة داخلة في الكويز وصناعة بتدي عائد، بتلاقي الشركات أجنبية زي مثلا جي سي بين، زي كي مارت، اللي هي المنافذ الكبيرة اللي موجودة في أوروبا دي كلها، قبل ما بتتعاقد مع مصنع عندنا بتيجي تعمل له assessment. يعني assessment بتعمل له مراجعة، عندها 13 إجراء تراجع في المصنع دوت بهدف ان هي تضمن ان المصنع ده يستمر في انتاج التعاقد اللي عندها. ليه؟ لان هي مرتبطه بعملة، مرتبطه بخطه توزع منتجاتها شكلها قد ايه، فيهمها ان المصنع ده ما يقفش. نعم. خلاص، الا الفورس ماجير زي الاضراب زي السياسه. لكن بتيجي تراجع نظام الحريق بالكامل في المصنع شكله قد ايه، تراجع من اول البوابات بتاع المصنع الدفاتر اللي موجوده عليها عشان تضمن ان مفيش عربيه تخش ومعاها ماده متفجره او معاها مواد قبل الحريق من غير ما تكون مسجله ومن غير ما تكون تحت المراقبه. بتراجع عن ان في مجموعه كاميرات بتراقب كل المصنع، بتراجع عن ان في مستشعرات
بتستشعر كل سواء كان دخان او حرق. عذرا على المستوى الكبير لو فعلا حضرتك بتقول مؤسسات ضخمه الصغيره بقى، المشكله في مصر كانت كل العشوائيه في المناطق اللي حصل فيها الحرائق دي، صعب ان احنا نطبق كل انظمه الامان بهذا الشكل. لو انا بقى انا مش برضو حتى في اماكن سكنيه ممكن تكون ضيقه وغير مطابقه لمعايير السلامه، ازاي نعالج ده يا استاذي؟ انا مش بطالب بمحل صغير في الرويعي انه يعمل لي سلالم ويعمل لي خطه ويعمل لي ويعمل لي، لكن كل وحده تبقى لحجمها وتبقى لعدد العاملين فيها وتبقى لنوع المنتج اللي موجود فيها، ليها حجم معين من وسائل الامان والصحه والسلامه والصحه المهنيه. المفروض ان ما بيطلعلوش الرخصه الا لما اراجع، ومش بس المراجعه، لان احنا عندنا في مصر مشكله، احنا ننشئ الطريق وما نعملوش صيانه، ننسى عملية الصيانة أو ننسى عملية المراجعة أو ننسى عملية المتابعة. فكل منشأة موجودة لما تيجي بقى أنت النهاردة، يعني حضرتك بتقولي دلوقتي أن الطريق ده ضيق، الطريق ده ضيق ما ينشأش عليه وحدات تجارية. في بره في أوروبا طرق ممكن تبقى ضيقة، حنفيات الحريق في أوروبا اللي هي في الشوارع دي لو عربية وقفت قصادها كارثة كارثة. لو أيا كان الحالة اللي عند حضرتك استحاله انك تقف قصاد تركني تعمل باركينج قصاد ماسوره يعني الحريق اللي موجوده عندنا. فلما نيجي النهارده نقول بقى المحليات طلعت رخص ليه للناس دول في المناطق اللي موجوده، خلي بال حضرتك العشوائيات السكنيه حتى مش بس هم المجموعه اللي هي نص مليون اللي احنا هنعمل لهم مناطق سكنيه محترمه في خلال سنتين، ده تيجي حي مصر الجديده، حجم هذا العمارات اللي بعد ثوره 25 يناير انفجر بطريقه عشوائيه غير متمشي مع المرافق الموجوده، غير متمشي مع الخدمات، غير 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 كل ده عشوائيات حتى في الحياه الراقيه مش بس في الحياه اللي بتاع. لما نرجع تاني للمناطق التجاريه ديت، المناطق التجاريه دي لازم تخضع للشروط القانونيه ان الخدمات توصل لها، هي مش خدمات، ده فرض ان المطاف توصل، لانها بيمس الاتي، بيمس ثلاث حاجات. الحرائق دي بتمس ثلاث حاجات، بتمس سلامة الأفراد وحياة الأفراد ودول أغلى ما في أي مجتمع، بتمس الاقتصاد لأنها ممكن تدمر منشأة فيها تعاقدات وليها مساهمة في الانتاج القومي أو ليها خدمة الجماهير زي منطقة الرويع والمناطق دي كلها، الناس كلها بتحتاجها. الحاجة الثالثة اللي بتمسها هي عبارة عن المنشآت نفسها، لأن المنشأة بعد ما بتتعرض للحريق وبتتعرض للمية، يعني بتتعرض للشد والجذب دي كلها، المنشأة بتتعرض لخطورة الانهيار. والمنشآت القديمة في الأحياء اللي هي العشوائية دي تجدها ملتصقة ببعضيها، يعني مبنى ينهار على باني اللي جنبيها. طب بالظبط. طب يا دكتور برضو في نقطة في التعامل الفردي يعني من المواطنين، ما بيبقاش في وعي كافي لما حد يعني المفروض لو حد شاف بوادر حريق يتعامل ازاي. برضو الناس ممكن أحيانا تفكر إنها لو ساعدت بجرد المية إن ده ممكن يساعد في إطفاء الحريق، مع إنه العكس ممكن يكون حتى ليه ضرر. بالظبط، يكون ليه ضرر عليه هو شخصيا. ازاي برضو نقدر يعني نوعي الناس يتعاملوا ازاي في مثل هذه المواقف والازمه؟ ما هي الناس دي عباره عن ايه؟ الناس دي مش عباره عن الناس اللي بتشتري الجمهور اللي بتاع، الناس دي عباره عن منشات سواء كان محل صغير او سواء كان لوكده او سواء كان صاحب مخزن، هو عنده تعليمات الحمايه المدنيه في حاله الحريق هتعمل ايه؟ 1 2 3 4. لكن عشان يتحرك هو محتاج الى الامكانيات اللي هي مفروض في حدود حجمه تكون متوفره عنده، يعني في جرد الرمل موجود، لما يقابل ماس كهربي بيستخدم الرمل اللي موجود، في عنده طفايات بيستخدمها ازاي، في عنده اذا كان ميه موجوده بيستخدمها ازاي، اذا كان فندق بيتحرك النزلاء ازاي. كل منشاه حسب حجمها عندها من الحمايه المدنيه تعليماتها ازاي تتحرك. والمفروض زي ما بقول لك بقى الاحياء والحمايه المدنيه بيتحركوا عشان يراجعوا هذا الكلام، يراجعوا ان التعليمات دي موجوده، يراجعوا ان الناس ملمه بهذا الكلام. فعشان كده العشوائيه في التصرف اللي بتؤدي الى توسع دائره الحريق، لان برضه من مشكله الحريق دوت ان سرعه انتشاره بتبقى اسرع ساعات بكتير من سرعه مقاومته، وخصوصا ان الوقت اللي بيبدا فيه المقاومه ممكن حجم انتشاره يكون اوسع منها، خاصة اذا كان المواد اللي موجودة قابلة للاشتعال. ودي الحالة بتاعتنا بتاعت الرويعي.
اللي وقع ما كانتش مستنيه ان يعني عقبال ما جت ال 14 عربيه مطافي او عقبال ما تحركت اي ناس عشان تقوم عمليات الاطفاء المواد اللي كانت مخزنه يعني في 245 مخزن 245 مخزن محطوط فيه مواد كلها. هي الناس ادركت متاخر لما فعلا بدات الحريقه تشتعل بشكل كبير، بس يعني زي ما حضرتك بتاكد لازم نقضي على العشوائيه، هي البدايه طبعًا لاي تصحيح في المجتمع والصد اي مشكلات طبعًا ممكن تحصل طبعًا على الارض. طبعا ولازم محليات تقوم بدورها بالتاكيد. بشكرك شكرا جزيلا لواء دكتور صالح محمد صالح خبير اداره الازمات، شكرا على تشريفك لنا في هذا الصباح. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلونا نتحول معاكم لمتابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وأمل نعمان، ثم نعود لمتابعة حوارات أخرى في هذا